السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. احبابنا اهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في سوق ثلاث الاولاد اللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية. شحال الثمن هذا المرض؟ عطاوه 82، عطاوه 14000 تاع الدرهم و100 هنا في الثلاث اولاد. السلعه موجوده، خيرات الرجاليه المغربيه والناس مالي المدن الكبرى بالمملكه المغربيه وكل مشاهد قناه زيتون المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، عيالات رجال بنات اولاد، اهلا وسهلا بكم جميعا. هنا كما تشوفوا في الثلاث اولاد الخيرات تبارك الله موجوده. الثور الجزائري شحال؟ 330، 16500 هنايا في السوق ثلاث اولاد. شوفوا معنا السلعه شويه وكاين تراوات شويه والسلعه كور كثيره على حساب السوق. ما الحال سخون وين الحال؟ اليوم بارد الحمد لله. هنا في الثلاث اولاد 80 قال جوج، 1,078,000، 13000 تاع الدرهم و900. هذا الثلاث اولاد تاول الجزائري كي تشوفوا معنا. انا سيزيتوني هاي دوزا، هذا 13000 تاع الدرهم وما بغاش. شحال؟ 352. زادوك؟ ما ناقصوا. ١,760,000 فرنك هذا العرض. تبارك الله على السي الزيتوني، تحياتي خويا. نحييو حبابنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن، اهلا وسهلا بكم جميعا. نحن في السوق الاسبوعي ثلاث اولاد. الله يحفظك، الله يحفظك. سير سير الكبير يسمع، سمع حميدة، سير كبير سمع. وسير حاس ما في 30، اسير راه في 30، اسير سير تي الله، سير تي الله. رقم واحد في الثلاث اولاد هذا، عنده الحانوت في الثلاث اولاد. العنقره ما كاينش. لا واخا ما كاينش، راه عرض غليظ غليظ غليظ. لا غليظ انت، سير الله. سير شحال؟ 13,200 تاع الدرهم. ديال الدرهم في ثلاث الاولاد هذا. ثلاث الاولاد. واقف. مرحبا. الاولاد هذا سيدي، هذه انا مرجان مرجان. يلا الله يحفظك. هذه العجله تباع هذا. تباع. تاو قول واحد. ولا خويا عبد الرحمن. هذا الدار النمره 7 لثلاث الاولاد هو هذا الدار. شحال؟ اقل 10. 1,950,000 فرنك. الرقم 7 في الثلاث اولاد في الحوانت هو اللي دا عبد الرحيم. الله يحفظك، الله يبارك فيك، الله يحفظك. ما
شحال هذا؟ 330 16500 باعوا على 12000 باعوا على 12000 هي مليون و700 انا محلت 8000 موقف مليون و7100 يلاه استاذ ثلاثة أولاد تاو الجزائري وشحال سي حميد؟ 76 اللي عاطينه هو الزيتون بخير الحاج حميد الله يحفظك الله يبارك فيك شحال؟ 70 شحال عطاوك؟ عاطيني 76 سير صدقي سير صدقي سير صدقي سير راجل راك السام ما بقى ما شري 11 تسير صادق الراجل وسير الله راه راجل درويش وسلعته زينة هذا اسماعيل يلا صحتك اسماعيل هذا ثلاث ولاد ها هو سيدي تا هو هذا ثلاث ولاد تاو القزاري بات يا خويا عبد الغني السلام عليكم السلام ورحمه الله هذا تعمل اي واخا اسمع شحال 366 الف الزيتون 366 366 تبارك الله هذا مليون و800 مليون و800 و30 احمد يا صباح الخير تبارك الله هذا بقرق الزاري في الثلاث اولاد حيوا احبابنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن اهلا وسهلا بكم جميعا من العيد الكبير هذا هما السواق فين ما مشيت قليل سطات دار بيضاء المملكه المغربيه فين المملكه المغربيه واه هذيك راه هي البلا بغيت فيها ولا تصوب ما دياليش هذا الكحلين تشوف شحال هاد الكحل؟ 15600 هاد الكحل اللي هو الساد الزرقين بجوج وا عبد الله شحال وا عبد الله راه فيه صح من 50 لا زيتوني 40 لا ان شاء الله حتى فيه صح من 50 حلق مع مخندي 54 ثم 3000 غنعطيه مربعه ديال الواحد يزيد على حساب الزيتون اللي كيصور لا الله يحفظك لا لا اصابه كات عطينا 10000 1000 ريال الواحد صافي بقاش داوي غيدو عندك 1000 ريال الواحد انا غادي نتفاهم الارض راه مزيان اسير سير شحال باعوا اخويا 60 مليون و300 صافي عجبك؟ وا تاسير راه غالي اسير ولا ماشي تقول لي غالي تاسير الله قتلهم فيا هاد الناس راه بعنا لهم عشان على 1000 الواحد هادو راه كزيرها في بوشنيبه على حساب خريفكا ان شاء الله مرحبا بك احنا ديما ديما الله يبارك فيك 54 56
واش كان هذا غادي يذبحوا رضوان في خريبكا شارع المقاومه ياك شحال 28 سير الله يعاونك يا رضوان تحية وحبابنا في المكان وتحياتي لسي أحمد من تطوان اللي عطانا السكن في مارتين شكرا له وعطانا الفلوس سابقا شكرا له تحياتي ليه وتحياتي كل العائلة تاعتو كبيرة وصغيرة سي أحمد من تطوان